يا شباب، أخذنا آخر حصة شابتر الحمد فايف لله. أخذنا آخر حصة شابتر فايف الفصل الخامس من النوفل. تمام، ها عايز ناس ترد عليا. تمام، المطلوب مننا طبعا مراجعة الأسئلة اللي كانت موجودة على كل شابتر من الخمس فصول اللي أخذناها. هنروح دلوقتي لبيج 129، ها جبناها. أيوة سي، ها أيوة سي، 129 موجود عندي طبعا هنا أسئلة عامة على النوفل، أسئلة عامة على النوفل بطريقة بتعتبر أسهل كمان من الأسئلة اللي كانت موجودة عندنا على الشابترز. مش معنى كده إن أنا هسيب الأسئلة اللي موجودة على الفصول، لا، أسئلة الفصول أنا براجعها وبحفظها، بعد كده باجي هنا هوت للثلاث صفحات دول اللي هي 129 و30 و31 و32. تمام، ده ملخص للستوري كله، ده ملخص لكل الأسئلة المهمة اللي بتيجي في الأسئلة في الامتحانات بالنسبة للنوفل كلها. تمام تمام يا سيدي. تمام يا سير. يبقى أنا موجود معايا دلوقتي أهم الأسئلة اللي موجودة اللي بتقابلني في ورقة الامتحان بالإجابات بتاعتها في الثلاث صفحات هم اوكي 29 و30 و31. هاجي هنا هوت ل32، مديني اهم جزئيات الكومنتس اللي موجود، مديني اجزاء الكومنت المهمه في الفصول الخمسه اللي اخذناهم. تمام، من اول شابتر بدأناه بالترتيب لحد اخر شابتر اخذناه. تمام يا شباب، تمام يا سير. طيب تعالوا كده نعمل تشيك سريع نشوف الناس مذاكرة ولا مش مذاكرة. لو انا قلت هنا هوت I want you to find my sister she has disappeared، أولا نسير قول يا عبد الرحمن. هيلين جارفيلد، هيلين جارفيلد أو ذا بيوتيفول جيرل سيد ذس هيلين، اوكي هيلين said this to Lenny Samuel. ها She asked him for a help. She asked him for help. Help يبقى she her. asked him to find her sister who had تمام. disappeared، طلبت منه يدور لها على أختها اللي ضاعت. Number two، لو قلت didn't you see the notice on the office door it says L. Samuel private detective. ها مين جاهز؟ أقدر أقول يلا يا مالك. ليني سامول سيد ذيس تو ذا بيوتيفول جيرل وين شي تولد هيم ذات از هي ريلي برايفت ديتكتيف. اوكي، يبقى بنقول هنا ذا بيوتيفول جيرل وما بين قوسين هقول هيلين جارفيلد سيد ذيس تو ليني سامويل. سامويل سوري، سامويل اللي بيقول الكلام ده ل هيلين. نمبر 3، your sister has disappeared have you reported her disappearance to the police. محمد حسام. انا اسير. ليلي سامول سيد زد تو ذا بيوتيفول جيرل ما بين قوسين هيلين جارفيلد هي سي زد تو هير تو نو اف شي ريبورت هير disappeared تو ذا بوليس. تمام، يبقى هقول he wanted to know if she had أو if she reported her sister's disappearance to the police، إذا كانت بلغت عن اختفاء أختها ولا لا. Tell me about your sister شريف. Tell me about your sister. Say that for Helen Garfield when يبقى ليني سامويل said this to Helen Garfield he wanted to know more information about her sister، كان عايز يعرف معلومات عن أختها. لو قلت هنا my sister disappeared a week ago، أقول my أنا sister سيستر. كريم. My sister Helen Garfield said this to the
to Lenny Samuel, Lenny to Lenny Samuel Samuel. when he asked She her told him that when her did sister Lenny's sister disappeared disappeared a week ago. إنه disappeared. أختها اختفت من أسبوع. بعيد نفس الكلام تاني بالشرح. Don't try to be funny. Don't try to be funny. ها أمل. Helen Garfield said this to Lenny Samuel when he tried to be funny and said her perhaps she didn't come to the dinner because she doesn't like it. ممتاز برافو عليك. نشوف الكوتيشن اللي بعده. That's none of your business. That's none of your business. مش شغلك. مالك؟ I see. The beautiful girl said this to Lenny Samuel when he asked her about her address. Okay. Number eight. But $50 a day is a lot of money. I hope that you will work hard for it. Sharif. Helen Garfield told that Lenny Samuel when he أهم حاجة تظبيطة الجملة اللي أنا بجاوب بيها إني بقول كذا said this to كذا ده أهم حاجة وبعد كده بشرح يبقى هقول هقول تاني يبقى هيلين جارفيلد أو هيلين said this to Lenny Samuel she thought أو she saw هي شايفة إن ال $50 is a lot of money for him she asked him to work for this money طلبت منه إنه يشتغل بالفلوس دي this better than cleaning my nails يلا يا صبيان فين لينا تامر يلا يا لينا هتبقى ليني سامول ها تو مين بقى ها تو هيمسيلف بيقول الكلام ده لنفسه he thought that finding Helen's sister is better than cleaning his nails قال ان انا لو دورت على البنت اللي اختفت دي اخت هيلين افضل من ان اقعد انظف في ضوافري نمبر 10 you can't leave your car there you can't leave your car there يلا يا احمد عوض the porter says this to someone تمام when he leave his car in front of the Manzon building تمام ماشي يا احمد mind your own business I am not going to tell you mind your own business I am not going to tell you مصطفى 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 سيف يا مصطفى محمد رفعت رفعت هذا رأينا سيف محمد رفعت مارتي يا سير مارتي ممكن أقولها لو سمحت يا سيف مارتي سير جميل جدا جميل جدا ترى اقدر اقولها يلا يا حسام الله زمين 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 زبورتر زبورتر سيد زيس تو ليني سامويل ليني سامويل اسكي زيم وين إيلين جارفيلد go اوكي عايزين حد يعلق عليه مره تانية يلا يا ملك
as a supporter say this نفس الإجابة اللي محمد حسام قال. اوكي تمام، يلا يا أمل نفس الكوتيشن. The porter said this to Lenny Samuel when he asked the porter when did Ellen Garfield go out, and the porter said him mind your business, I am not going to tell you, and I am not going to let you go up to the Garfield apartment. تمام، إلين جارفيلدز أبارتمنت. Why don't you go for a walk؟ Why don't you go for a walk؟ يلا يا كريم. لين سامول سيد ذس تو ذا بورتر. أيوه. When لين سامول جيف هيم برافو $5. $5. أوكي. To let him go. Go up. أوكي. Now go for a long walk. Now go for a long walk. يلا يا عبد الرحمن. Lenny Samuel said this to the porter when he gave him $10 to let him go up. When he gave him five more dollars يعني بالحسبة كده يبقى he gave him $10 to let him go up to إلين جارفيلدز أبارتمنت. نمبر 14. Hold your hands up in the air. أنا. ممكن أنا؟ مين اللي قال أنا الأول؟ محمد حسين. يلا يا حسين. زمان هو هذا الجان says this to Lenny Samuel to put her hand up in the air. His hands up in the air. When they caught him in Ellen Garfield's apartment. See if he's got a gun on him, Joe. Sheriff. The man was the gun. Then, to see if Lenny Samuel had a gun. إذا كان هو معاه gun or not. Okay. I am laughing because you are so stupid. I am laughing because you are so stupid. ممكن أقول؟ قولي يا مالك. The guy that has a gun says that to Lenny Samuel when Lenny Samuel asked him why he is laughing. Okay. You can't do anything. I am the one with the gun. يلا يا وعد. وعد مرتي أحمد عوض زمان وذا كان سيس تولين سامويل. تمام. When he told him push your hand up. لا مش الموقف ده بالظبط. ها أمل. The man with the gun said this to Lenny Samuel when Lenny Samuel caught his friend Joe around his neck and something went wrong in his plan. So the man with the gun started to laugh and Lenny Samuel asked him, why are you laughing? انت and جبت الحدوتة كلها. جبت الحدوتة كلها. ده كتير قوي. كتير قوي. هاتيلي المقطع الخاص بالحتة دي بس. تمام. يبقى Lenny Samuel asked him, why are you laughing? And the man with the gun said him, because you are so stupid, you can't do anything because I am the one with the gun. تمام.
يبقى إن هو you can't do anything هقول the man with the gun said this to Lenny Samuel when Samuel said stop or I'll أو let me go or I'll خليني أطلع وإلا. فهنا he told him that he was the one أو the man with the gun أنا اللي معايا المسدس. طبعا ده كان تقريبا لحد شابتر 4. شابتر 5 طبعا فيه كوتيشنز تانية عشان كده بقول لازم أراجع من الشابترز وكمان هراجع الأسئلة دهيت لأنها مهمة. ده بالنسبة للنوفل. هنروح لجزئية اليونتس. جزئية اليونتس بيج آخر حاجة رجعناها مع بعض كانت يونت 3. أخذنا اللي تشيك أب ولا ما أخذناهوش؟ خدنا يونت 4. طب دقيقة واحدة، الجزئية ديت رجعت، الجزئية ديت رجعتها معاكم؟ ده رجعته معاكم؟ لا يا سيد. لا يا سيد. اللي تشيك اب ده ها؟ لا ايوه حضرتك كنت بتتهنى همار وما تراجعش وما تراجعش صح؟ اه حضرتك ما حلتش. جميل جدا جميل جدا. يلا نراجعوا مع بعض، نراجعوا مع بعض لان احنا قلنا طبعا انه جزء مهم بالنسبه لنا لانه مراجعه على الثلاث وحدات الاولى. يلا الجزئيه الاولى عبد الرحمن المفروض ان احنا حلينه، يعني بنقول إجاباتنا على طول. لو قلت she doesn't teaching very young children عبد الرحمن she doesn't mind يبقى بقول she doesn't أيوة mind she doesn't mind number two. وطبعا قلنا في الجزء ده إن mind ing number two. كريم the weather is horrible we can't go sailing we can't go sailing مش هنقدر طبعا نبحر في الجو ده number three. يلا يا مصطفى بقول مين في دولة is played in swimming pool water pool water pool water pool. نراجع النوفل يا مصطفى number four. يلا يا مارتي why don't we go why don't we go to fish. يا مارت مش نافع كده، مش نافع، احنا هنمتحن كمان 10 ايام بالكتير. وعد. فيشنج. جو فيشنج، قلنا جو اي ان جي، جو اي ان جي، يبقى جو فيشنج. نمبر 5 لينا، ذا بليس از تو وي كانت ثينك ويل. نويزي. noisy number 6 احمد عوض ايف اللي اي هاف انا قاعد دوج ات هوم بيت 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 ايوان اليف نمبر 7 محمد حسام منى زكي از ماي فيفوريت اكترس نمبر 8 كريم ان ذا باست ودي جملة امتحان اتكررت في كل الامتحانات على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا. In the past attack the ships. Birds تصير تلت واحدة. Pirates اللي هي القرصنة. Pirates. Number nine. أمل. What is that on your jacket? Stuff التالتة. Number ten. يلا. شريف. شريف هدرسي ما تحددش لسه يا محمد بس خلاص 10 ايام بالكتير. شريف how about spending a day in the country بيقول just for a change مصطلح على بعضه من اجل التغيير او للتغيير. نمبر 11 عبد الرحمن you look upset وقلنا upset يعني منزعج. what's up what's up Number 12 ملك سامي is a careful driver he often drives carefully قلنا بعد am is are هستخدم full هستخدم الصفة بعد am is are was where و verb to be بستخدم full أو بستخدم الصفة إنما بعد أي فعل بستخدم ال ly يبقى carefully he is a careful يبقى carefully. Number 13 كريم He didn't buy a car until he had got his driving license.
listen. Huh? Number 14, Hussam. When we go camping, we sleep in a camper. Number van. Number 15. Yalla ya Sharif. The sky is full of clouds. Full of clouds. It's cloudy. Number 16. Yalla ya Lina. This marvelous bridge was designed by a creative bridge. We designed. Number one. One architect, مهندس, معماري. Number 17, Mustafa. We can't get out in such weather. مش هنخرج في الطقس ده. It's raining cats and dogs. Cats and dogs. Number 18, عبد الرحمن. Ali has passed his exams. He is on note at 9. Cloud 9. مرة يسألنا عن الكلاود ومرة يسألنا عن النمبر. Number 19, يا كريم. Where are you from? I mean, what's your A? Nationality. What's your nationality? جنسيتك انت منين؟ يلا يا مارتي. The Titanic hit an Marty what? Iceberg. نروح بعد كده لجزئية الجرامر. النقطة الأولى عندي في الجرامر بقول هنا Where not you last night. محمد حسام. Where were you ملك. Not they on holiday last week. Where they. محمد حسام. She invited me. Invited me مفعول. Number 4 يا عبد الرحمن. I am going to send نقط an email. Them. To send them. هبعت لهم. ضمير مفعول. Number 5 يا شريف. This is عمر. نقط looks like his father. He is. لا. Him. ممكن أقول يا سير. Him يا سير. أنا جاوبتها يا شريف. هي يا شريف تاني بقول زيز عمر ده عمر أو هذا عمر. He looks like هو بيشبه بابا لأن فاعل بداية جملة جديدة فاعل اهو. He looks like. Number 6 يا شريف. I love eating ING. قلنا love و like و enjoy و mind و hate ده كله ING. Number 7. يلا مصطفى. She prefers. مصطفى. ING يا مصطفى. بعد prefer برضو ING. She prefers swimming. قلنا to playing. بتفضل ده عن ده. يلا يا أمل. I don't mind. Helping. ING برضو. بعد mind ING. ملك. Number 9. بيقول لي she love listening. Does. بسأل معه هي وشي بدز. Does she love. Does فاعل مصدر. Number 10 لينا. She is poor. Happy. Poor. But happy. منين هي فقيرة ومنين سعيدة. يبقى فقيرة هقول له ولكنها سعيدة. Number 8 يا حسام. Number 8 يا حسام. بعد mind دايما ING. ولازم تيجي في الامتحان. Mind ING. Number 10 قلنا she is poor but ولكنها happy. Number 11 يلا يا مصطفى. I may watch TV listen to music.
طيب نفس الجملة عبد الرحمن. أور. هنا وجود ميل للاختيار ربما أعمل كذا أو كذا، ربما أعمل كذا أو كذا، يبقى أور. I may watch TV or listen. أور يا مصطفى. Number 12 أحمد عوض. How about How about قول يا أحمد. About حرف جر أهو. تقول يا أحمد about how about أو what about الاثنين بعدهم قول ING how about أو what about ING. أمل I open the door got out and go out أو enter and. هقول له and فتحت وخرجت أو فتحت ودخلت. Number 14 يا كريم كلمة ده هي تهش ده هي هس اسكت the baby is sleeping من الكلمات ده اللي على المضارع المستمر ام is ing يبقى is sleeping. Number 15 يا شريف what at the moment what are you doing تكوين سؤال في المضارع المستمر. 16 يا حسام is she still waiting اول اجابة عندي. Number 17 يلا يا وعد you shouldn't drive too it's against the law ضد القانون وقول لك shouldn't fast. Number 18 ملك I have waited patiently اللي واي على طول اللي واي بعد الفعل اللي واي. Number 19 يا أمل مستر مصطفى is a educated person will برافو اسمها will educated person يعني متعلم تعليم كويس will educated will مش a good will. Number 20 I am in need of your support I am in need. يلا يا مارتي مفيش رفعت عوض I am the worst لا كمال ما أقولها كمال مفيش كمال متأكد كمال أنا مش متأكد منها. لينا badly برافو عليكي I am badly in need I am badly in need معناها أنا محتاج بطريقة فظيعة أو خطيرة in need of your support I am badly in need I am badly in need محتاج لك بطريقة شديدة I am badly in need. جزء الرايت الجملة الأولى He was writing a letter to سلوى عايز استخدم here يا ملك He was writing here a letter وممكن أسير أقول to here أيوة بس الأفضل الأفضل أقول he was writing here a letter Number two. الاثنين صح بس الأفضل يا كريمة أقول here a letter. Number two. يا أمل. We will give some books to أحمد. We will give him some books. هي give him some books. ممكن أقول له to him بس الأفضل أقول له him some books. Him some books. She wants to swim. يا حسام. استخدم loves. محمد حسام. معك سيف. She loves swimming. كونه بيقول استخدم love أو hate أو prefer أو like أو enjoy يعني استخدم الـ ing يبقى she loves swimming. يلا يا شريف. I can't stand
waiting for others. ما بطئش انتظار الآخرين. استخدم hate. She hate standing waiting for the others. يبقى هقول I hate. هنشيل can't stand واكتب hate بس. هشيل can't stand واكتب hate مكانها. يبقى I hate waiting for others. Number five. يلا يا لينا. He likes tea more than coffee. لسه حلينها في الاختيار دلوقتي. He prefers. He prefers. He prefers. Tea. Tea. ها دي المهمة بقى. Or coffee. لا. سير ممكن أقول أنا. قول يا كوك. Two coffee. Two coffee يا سير. Two coffee. يبقى he prefers tea to coffee. وممكن أقول he prefers. وممكن أقول he prefers drinking tea. تو كوفي. يبقى هي بريفيرز تي تو كوفي. المهم بريفير معاها تو. بريفير هنا معاها تو. نمبر 6 مصطفى. I suggest that we should watch TV. استخدم why. Why we should watch TV. لا اقدر اقولها. قول يا ملك. Why don't we watch TV. Why don't. لما اقول هنا هوت I suggest أنا بقترح يعني اديني جملة اقتراح. وجمل الاقتراح نفتكرها مع بعض كده. كنا بنقول let's زائد مصدر. Why don't زائد مصدر. How about أو what about و ing. Could ومصدر. Shall we ومصدر. طب هو بيقول لي why معناها استخدم why don't. يبقى why don't we watch. Why don't we watch TV. Number 7 شريف. Let's have some fun on the beach. قل لي how about it. How about have some on the beach. How about it. How about have some. يعني هقول how about have زي ما هي have. لا how about some fun on the beach. يا شريف مش احنا قلنا حبيبي هوا باوت. هوا باوت بيجي بعضها اي ان جي. هوا باوت having some fun on the beach. مين اللي هيقعد في الامتحان جنبك ويقول لك يا شريف هوا باوت بيجي بعضها اي ان جي يا شريف. مين اللي هيقعد جنبك ويقول لك كده. مش احنا المفروض حلين الكلام ده. يبقى هوا باوت having. Let's have بتساوي how about having أو what about having. Number 8 وعد. Some people read without understanding. استخدمي but. Some people read but they don't understand. جميل. أو but without understanding برضه. But without أو but they don't understand. الاثنين أوكي. عبد الرحمن. You must hurry to catch the train. استخدم or. You must hurry to catch the train or you will lose him. يعني انت هتكتب لي الجملة كلها تاني. يبقى فايدتها ايه اور. فايدتها ايه اور. انا هقول له you must hurry. ماشي. هقول له you must hurry. اشيل to catch ده هي. واكتب مكانها اور. واخترع جملة تمشي مع المعنى. يبقى you must hurry. Or you won't. You must hurry. You won't. Catch the train أو you will miss the train. You won't catch مش هتلحق. You will miss مش هتلحق برضو. تاني عبد الرحمن قولها لي. You must hurry or you will miss the train. أيوة كده. You will miss أو you will not catch the train. Number 10 يا مارتي. He is happy because he had just got his degree. استخدمي so ومديني بكوزة هي. مارتي. He is happy. مارتي. So. مارتي. I see. لما استخدم بكوز وسو بعمل ايه يا مارتي. بنشقلب الجملتين. لما تشقلبي بدل ما اجي اشقلبك. قولي. He has just got his degree. So أيوة. He is happy. ايوة كده. طالما عارفة ان احنا بنشقلب تشقلبي. يبقى he had just got his degree. So he is happy.
Number 11. يلا يا وعد. They aren't shopping. وعد. They aren't shopping. They bought a lot of food. استخدمي and. يا وعد. فين وعد؟ وعد رفع ايديك يا وعد ما تنطقي. طيب قولي يا ملك. ايوه they aren't shopping and they don't a lot. ازاي؟ They aren't shopping and they bought a lot of food. They aren't shopping and they bought a lot of food. طيب استنيني بقى شوية كده على جنب. أمل عملت ايه في الجملة دي؟ They went to shopping and bought a lot of food. من الممكن طبعا، لأن طبعا هنا المعنى عشان أستخدم and في النص ما بين الجملتين دول، منين بقول هم مش بيتسوقوا وبعدين اقول هم اشتروا اكل كتير؟ تمام، يبقى اذا فيه غلط في الجمله نفسها. عشان استخدم اند هنا هوت لازم الجملتين يكونوا ماشيين مع بعض. يبقى اقدر اقول هنا هوت زي وينت شوبينج، هم اتسوقوا، اند بوت واشتروا، راحوا واشتروا. تمام، ما ينفعش اقول زي ارنت شوبينج اند زي بوت. زي ارنت شوبينج اند زي ممكن أقول they are shopping and they bought. They are shopping and bought. جملة 12. She plays the piano from time to time. عايز استخدم at. أنا هنغير الجملة. أيوة. تمام تمام. وعشان يقول لي and أساسا. عشان يقول لي and هيديني جملتين زي بعض. جملتين متفقتين مع بعضهم. مش هكتب and وخلاص. Number 12. She plays the piano. يلا يا حسام استخدم at the moment. She is playing the piano at the moment. هنشيل from time to time اللي بتدل على المضارع البسيط، واجيب مكانها at the moment اللي بستخدم معها مضارع مستمر، يبقى she is playing the piano. Number 13 يا لينا. ليلى reads a story in the free time او in her free time. استخدمي now. ليلى ناو ريد. لا ايه اللي دخل ناو في السكه هنا؟ ما تخلي ناو في الاخر وخلاص. تمام. ليلى ريد ستوري. طيب لازمتها ايه ناو؟ لو قلت ريد تاني لازمتها ايه ناو؟ ما هي ناو زي ات ذا مومنت، زي لوك، زي ليسن، يعني لازم يجي معاها ام از ار ان جي. ات ذا مومنت، ناو، لوك، ليسن. Be careful. Look out. Watch out. ده كله أم إز آر إن جي. اتفضلي. ليلى أنت رحت فين؟ بسرعة.